سلام ورحمة الله، صباح الورد. اليوم بنكتشف يا عقبة قضى يا عقبة فو، مرورا برجال المعث ثم إلى محايل. إن شاء الله نصلي الجمعة في محايل. حياة على بركة الله. الانطلاق الآن من البيت مع السيارة حقة الأماكن الصعبة في سد أبها، متوجهين إن شاء الله إلى خط السودة ومن ثم إلى باحة ربيعة. لما تسير على خط السودة تنزل مع طريق الوادي الطالع، هذا هو، تأخذ اليمين على طريق الوادي الطالع، من هنا ننزل إن شاء الله إلى عقبة فو. قرية حالمة وادعة ينتشر فيها شجر العرعر بشكل كبير جدا، ومزارع البر والشعير، المدرجات الزراعية زي ما تلاحظون، منتزه رائع هذا القرية. من هنا تقريبا المدخل إلى عقبة فو، نحاول إن شاء الله الوصول لها مع هذا الطريق عبر هذه القرية، قرية مصاولي. تنزل من عند ذاك الجبل 2800 متر تقريبا، لذلك هي باردة إلى درجة كبيرة. شو تلاحظون شجر العرعر الذي لا ينمو إلا في المناطق الباردة المرتفعة. مواصلين اخترت القرية الرائعة هذه لوصول العقبة إن شاء الله، راح نتنزه ونشوف طريق جديد ونصلي الجمعة إن شاء الله أسفل العقبة إذا الله أراد. العرعر يا جماعة عجيب، عنده مصائد للضباب بشكل رهيب. شوف كيف شكله، يستطيع يمسك الضباب ويحوله إلى مياه ويشرب منه فترات من السنة أربع. هذه طلالة من القرية، من هنا تطل على تهام التي سننزل إليها، تهام السحيقة. ما شاء الله تشوفون المناظر من هنا والجبال الوعرة، غابات العرعر الرهيبة في المواقع هذه. شوف لاحظون معي هذيك محايل عسير في المواقع هذه، وهنا وادي حلي ورجال الماء، حتى تصل للشعبين تستطيع تلحظها من هذا المكان. هذا الوادي فاو، هذا هو وادي فاو، يتبع قبيلة بني غنم من السرى إلى تهامة. يشوفوا كيف هذا الوادي الجميل اللي راح ننزل معاه إن شاء الله هذا اليوم. هنا بداية العقبة، تشوفون كيف هي من الجهات هذه والجبل هذا الكبير، وهنا بداية العقبة من هذا المكان. وعلى بركة الله ننزل بسم الله، نبدأ نزول من هنا من هذا المكان الرائع. شكل الأشجار والغابات، ما شاء الله غابات حرجة. أعتقد ما ينزلها إلا سيارات 4x4 ولا سيارات 4x4 دبل. عقبة شوي صعبة غير معبدة للغاية، وغير مطروق من السيارات وانهيارات، لكن غاية في الروعة، غاية في الروعة في هذه الجبال والأماكن الحنيبة. شايفين الأحراش هذه، غابات العرعر والجبال، ما شاء الله الذئاب والنمور، ممكن تكون ملجأ طبيعي لها بشكل كبير، لكن الشمس جاية في وجهنا. ما نزال ما شاء الله نسير. شوف الطيور، شوف الدجاج البري قاعد يطير الحين، اللي هم بس بالله ما حد يصيده. شوف الكميات المهولة اللي قدامي، ممنوع الصيد. المشكلة الآن العقبة مقفولة، طلوعها صعب، يعني حنرستك هنا، الله أعلم نطلع ولا ما نطلع. يعني لو لقينا تحت مقطوع ولا شيء ولا حاجة، زي ما قلت لكم ما في طرق ميولات، حاجات عجيب. هنا وصلنا الى نقطه نهايه، مقطوع الخط من هنا، شايفين الخنجوج هذا او زي ما نسميه، قطع الطريق. بحاول ان قدرت افتح وانزل الى تحت، عندي في السياره ذي كريكات وعده وحاجات، احاول افتح، ان قدرت خير وبركه، ما قدرت رجعت. على بركه الله، التمشيه رياضه، الله يغفر الذنب. نحاول نوصل إلى أسفل إن الله أراد الموقع هذا الجميل. بسم الله نشوف الحدات موجودة. أيوة الكريك موجود، ما شاء الله الميزان، يمكن ينفع، يمكن على الله يخلصنا بعض الأشياء اللي عندنا إن شاء الله، وعلى بركة الله. وما في حل إلا أعبي حجر من هنا من هذا، أحطه في السيارة وأوديه المكان المكسور هذاك، ونشوف ان شاء الله خلال 10 دقائق واحنا فاتحينها باذن واحد احد. نحاول عبور على بركه الله. بسم الله، وهذا كفار ضرب من هنا، شق الكفار استنى موجود ان شاء الله، نحاول نغيره ذا الحين، والمغامره مستمره. حقيقه عفريته ما في، فرفعت على حجر، بحط حجر تحته هنا وبحفر واغير الكفر، والعدة عندي المنفاخ والرقع ومحول كهرباء وكله موجود، لكن ها خلصنا. وبالحين بنبعد الحجرتين اللي سميناها العفريتة، مكان العفريتة اللي حصلت، ونمشي ان شاء الله توكل الله الان ونواصل الطريق. وصلنا نقطة ثانية فيها مشكلة، نحاول نعديها ان شاء الله، مع اني لم ارى اي سيارة مرت من هذا المكان، لكن على الحين راجعين بعد ما حصلنا الحجارة الكبيرة. الله يعين، نفس الطريق، ناخذ لنا نص ساعة كذا نوصل فوق وننزل من عقبة ثانية إن شاء الله. انسحاب
اعلنا اسحابها. نحن عائدون، عدينا المنطقه الخطره والله بصعوبه، كادت السياره ان تطيح مرتين، لكن بفضل الله عدينا. مغامره كانت جيده بحول الله. الساعة يمكن 2:08 بنتوجه للغد إن شاء الله في أحد الأماكن، ومن ثم نواصل عن طريق عقبة شعار لننزل لمحايل. السهل ولو طال. وصلنا لأسفلت الآن، لكن الكفر رقم 2 ضرب ينسب الآن إن شاء الله الحقيقة ربنا. السلام ورحمة الله. رجعنا مع طريق ثاني، والحين محايل 10 كيلو عن طريق شعار، ضرب عليه كفرين والأمور تمام، يعني الموقع كويس وكذا، والموقع ممتاز، لكن العقبة لا أحد ينزلها مقطوعة من المنتصف. واكتشفنا محل جديد والأمور طيبة. حياك.